السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدم سلسلة شوية ريحانة كمان نقدم لكم حرشة في الفرن كتجي لذيذة وهشيشة ومعلكة أيضا كما كتشاهدوا الشكل ديالها في الصور. كيف ديما إلى عجبكم الفيديو وضع لايك وانضمام للقناة وبارتاجي الفيديو وشكرا للمتابعة. بسم الله على بركة الله. المكونات كنحتاجو 250 غرام ديال السميدة رقيقة اللي كتكون خاصة بالبغرير اللون ديالها أصفر. عندنا 250 غرام ديال الطحين الابيض اللي هو الفورس، انا خلطتهم مع بعض. كنحتاجو ايضا البيضه واحده. عندنا جوج اكياس من خميره الحلويات في المجموع 14 غرام. عندنا ملعقه كبيره ديال الزبده كتكون رطبه. عندنا كيس ديال سكر فانيلا مع رشه ديال الملح. عندنا كاس صغير ديال السكر سنيده. عندنا ملعقه كبيره ديال المربى ديال المشماش كيكون سائل او كتصفيو المربى. عندنا كاس صغير من الزيت. عندنا 2 ملاعق كبيره من الحليب مجفف. وعندنا كاس صغير من الماء. هذه هي المكونات. بالنسبه للحجم الكاس كما لاحظتوا معايا هذا كيعادلنا كاس الا ربع، يعني كاس شاي العنبه، وهذا هو الكأس اللي من الحجم الصغير كما كتلاحظوا معايا، كأس من الحجم الصغير عبرت به الزيت والسكر. لاحظوا معايا انا غادي نعبره، كيعطينا كأس صغير مملوء من الماء والزيت والسكر. اللي ما عندهاش هاد الكأس تعبر كأس الا ربع بكأس الشاي العنبه، يعني نزولا عن الطلب الاخوات كيبغوا القياس بالكأس. هذه هي المكونات. كنحتاجوا ايضا السميد اللي كيكون غليظ فاش غادي نفندو الحرشه. الطريقه غادي نضيف المكونات كلها على السميده الرقيقه والطحين الفورس اللي كيكونوا مغربلين من قبل. كنضيفو كيس ديال سكر فانيلا مع رشه ديال الملح، الحليب مجفف، عندنا السكر سنيده، عندنا الماء، زيت. كما سبق وذكرت القياس كتاخذوه بالكاس الصغير، اللي ما عندهاش كتعبر كاس الا ربع. كناخذوا المربى، خديت مربى ديال المشماش، كنضيفوا البيضه، كنضيفوا خميره الحلويات، وغادي نخلط الكل جيدا. اخر حاجه غادي نضيف الزبده. كنخلطوهم مزيان حتى كتساجم، راه كنحصلوا على قوام اللي كيكون مرخوف. كنخلط المكونات كلها جيدا كما كتلاحظوا معايا حتى كتنساجم. اخر حاجه غادي نضيف الزبده اللي كتكون رطبه. هذا هو القوام اللي كنحصلوا عليه كما كتلاحظوا، كتكون رطبه. كنبقاو نخلطو مزيان حتى كتنساجم. اخر حاجه كنضيف الزبده، وغادي نخدم المكونات كلها مع بعض. ضروري ما تكون عندكم زبده اللي هي رطبه. كنحتاجوا لصفيحه ديال الفرن، ما كنفرش فيها ورق طبخ، فقط كنرشها بالسميد اللي هو غليظ فاش غادي نمرر الحرشه بهذا الشكل. وكنبداو نشكلوا كريات. كما لاحظتوا القوام ديال الخليط هذا هو الشكل ديالو، كيكون رطب ومتماسك في نفس الوقت، هذا هو الشكل ديالو. غادي نشكلوا كريات اللي كتكون متساويه، نحاولوا يكونوا بشكل اللي هو مقاد بحال هكا، يعني كتشكل بكل سهوله. كنوضعوها في السميد اللي كيكون غليظ. الى بغيتو قياس محدد عبروهم في الميزان. هذا هو الشكل، كنمرروهم في السميده او في السميد غليظ. هيك كنوضعوهم في اللاطه، كيكون بشكل اللي كيكون متباعد. كنستمر بنفس الطريقه حتى كنتاهي. ممكن
ممكن هاد السميد غليظ توضعوا فيه القليل من الخميره ديال الحلوه لكم اختيار، انا خليته هكاك ما ضفت ليه حتى حاجه. الحليب مجفف كيعطيها واحد الطعم مميز وكتجي معلكه بهذاك المربى، ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. كيف ديما الى عجبكم الفيديو بارطاجي انضمام للقناه ووضع لك الفيديو. كما كتلاحظوا الشكل ديالها هو هذا، ما كتلصق ما حتى حاجه، ما كيحتاجش انني ندهن اليد ديالي بالزيت، في حاله تلصقات لكم انتما دهنوا يديكم بالزيت. كنمروها كلها كما لاحظتوا في السميد، كنخليو واحد الفراغ فيما بيناتهم. وبالنسبه للفرن غادي ندخلوها الفرن اللي كيكون يعني سخون من قبل نسخنوه. ممكن توضعوها في الجهه اللي كتشقق لكم عاد تهبطوها لتحت تكمل الطياب. كما كتلاحظوا حصلت على 17 قطعه، غادي ندخلهم الفرن ونشاهدوا مع بعض الشكل ديالهم في الفران والشكل النهائي عند التقديم. الشكل ديال الحرشه في الفرن كما كتلاحظوا، كندخلوها على الفرن اللي كيكون ساخن على 180. كتبدا كتنفخ كتضعف الحجم ديالها، من بعد كتشقق، انا وضعتها بالاعلى حتى تشقات كما كتلاحظوا. من بعد غادي نهبطها اسفل الفرن حتى كتنضج وكتحمر لينا من الجهتين، وكنخرجوها وكنقدموها بالصحه والراحه. كما كتلاحظوا في جانب الصوره الشكل ديالها النهائي كتجي رطبه ومعلكه، ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. وشكرا للمتابعه، وللمزيد من الوصفات يكفي انضمام للقناه. شكرا لكم.